الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوة الإيمان، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا عزيز يا غفار، اجعل هذا اللقاء لقاء مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. إخوة الإيمان، اعلموا علم اليقين، اعلموا علم اليقين أن في هذه الدنيا جنة، في هذه الدنيا جنة، من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة، ألا وهي جنة الطاعة، جنة الطاعة، وجنة التربية الإيمانية، وجنة التربية الإسلامية الخالصة النقية، التي يجب علينا أن نربي أطفال وأبناءنا وشبابنا عليها. فاسمحوا لي إخوة الإيمان أن أبين فضل الإسلام وعنايته السامية بتلكم البراعم التي تمثل رجال المستقبل. فالإسلام اهتم بالأطفال اهتماما بالغا، وحض على حسن تربيتهم والعطف عليهم، وأوصى الآباء والمربين بأن يتفهموا مشاعرهم وأن ينزلوا إلى مستواهم. فقد قال المربي الأول للبشرية صلى الله عليه وسلم: من كان له صبيا فليتصابى له، من كان له صبيا فليتصابى له. وكان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام قدوة لذلك. كان يزاعب الصغار ويمازحهم، ودعا الأمة جمعاء لتحمل مسؤولياتها، فقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، حتى يسأل الرجل عن أولاده وعن حسن تربيتهم. قال سبحانه جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه المسؤولية توجب علينا أن نعد هؤلاء الأطفال الأبرياء إعدادا يؤهلهم ليخوضوا ميادين الحياة مسلحين بالعلم والإيمان، ونزودهم بثقافة إسلامية تساعدهم على تحصيل خير الدنيا والآخرة. فالأسرة المسلمة صورة مصغرة لمجتمعنا الإسلامي الكبير، وهي حجر أساسي في بناء المجتمع المؤمن. وفي ظل هذه الأسرة يتلقى الأطفال مشاعر الخير وبذور الإيمان، وكلما نجح الأبوان في أداء هذا الواجب المقدس، سننجح بإذن الله تعالى في صناعة مجتمع إسلامي مؤمن ملتزم مراع لحدود الله جل وعلا. فالطفل في بداية سنواته الأولى
يكون شديد التأثر بتصرفات والديه، بل يسعى دائما إلى تقليدهما سواء في الأقوال والأفعال والأحوال. اليوم أبويا بعد ولده يشرب الدخان، فكيف يستغرب بعد ذلك أن الطفل هذا ما يدفعش الكيف، بل يقلد أباه حين يستعمل تلك التجارة من خلال مسكه لقلم أو إلى شيء آخر يشابه التجارة ويحاكي أباه. ولعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير دليل على ذلك، قال عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، أي يولد على فطرة الإسلام، يولد على فطرة التوحيد، فأبواه يهودانه أو يمجدانه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فطفلك أخي الحبيب وأختي الفاضلة هو همة من الله تعالى لك، ومنة منه سبحانه وتعالى، فقد قال جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. على ذكر الآية هذه، فما برش خيال يعني لما تجي تحكي معه عن فلوس وكذا يقول لك منتخ الدنيا، لا مش منتخ الدنيا، مش صحيح. الفلوس من عمرها ما كانت منتخ الدنيا، وأكبر دليل على ذلك أن رب سبحانه وتعالى قال زينة الحياة الدنيا، والمسلم القوي خير من المسلم الضعيف. أسأل الله تعالى أن يرزقنا من حلاله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص على ضرورة تثبيت العقيدة الإسلامية السليمة في نفوس الأطفال وغرسها في قلوبهم، وذلك في مرحلة متقدمة من مراحل الطفولة، بل منذ ولادته، كما جاء في حديث التأذين في أذن المولود عند الولادة. ثم قد تغيب على كثير من الناس أن يؤذن في أذن هذا المولود الجديد. أما سر هذه السنة المباركة فهي تكمن في أن يكون أول ما يقع سمع هذا المولود كلمات متضمنة لكبرياء الله سبحانه وتعالى ولعظمته جل وعلا، والشهادة التي سيواجه به بها هذه الدنيا الفانية. كما يتضمن التأذين في أذن المولود عند ولادته معنى آخر لا يقل قيمة عن المعنى الأول، وهو أن تكون دعوة هذا المولود إلى الله جل وعلا وإلى الإسلام وإلى دينه سبحانه وتعالى سابقة على دعوة الشيطان لعنه الله تعالى. لذلك من الواجب على الأمة، على الآباء وعلى الأمهات، أن يسعوا بجد لتقريب هذه العقيدة السمحاء للأطفال، خصوصا في زمان كثرت فيه الفتن، في زمان ولا يخفى عليكم كثرت فيه الفتن وكثر فيه دعاة الفساد. وما دمت أتحدث عن الفتن والفساد التي تهدد أطفالنا وأبناءنا وشبابنا، اسمحوا لي أن أحذر من بعض القنوات الفضائية التي تروج الفساد والدعارة، والتي تؤثر سلبا في تربية الأطفال. فالفكر الغربي يغزو مجتمعاتنا الإسلامية عبر هذه القنوات الفضائية، وذلك بنية إفساد ما صلح منها عن طريق نشر الإباحيات وأفكار التحرر من القيم الأخلاقية وترويج ممارسة الفاحشة بطرق محرمة. وذلك في الوقت الذي يمزق أهل الإسلام في كل مكان وزمان. يقول جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى:
والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قناة عربية، وللأسف هي عربية، تبث على مدى 24 ساعة. وزي الحمد لله قاعدين نعمل في إشهار حتى بشتبه في إشهار القلب، أو نحن نحب دورهم ده. قناة عربية تبث على مدى 24 ساعة تصور إقامة مختلطة لمجموعة من الفتيات ومجموعة أخرى من أشباه الرجال في إحدى الأوكار، وتنقل بالصورة والصوت سلوكهم الرخيص الغير محكوم لا بقيم ولا بأخلاق. تصورهم وهم يأكلون، تصورهم وهم يرقصون، تصورهم وهم يغنون، تصورهم وهم يتبادلون القبل والأحضان ويتنافسون على المنكر ويتنافسون على كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. فمن يكن أكثر إجابة للرقص يكون هو الفائز، ويا له من بطولة. وإذا أقبل الليل ركزت هذه الكاميرا على غرف نومهم وهم بلباس مبتذل. فلحسبة الكاميرا نحن كم هي خطة ساقطة، خطة صهيونية ساقطة سافلة، تلك التي خططها أو خطط لها القائمون على هذا البرنامج المسمى بالسار أكاديمي أو قل العار أكاديمي. هذا البرنامج برنامج حقير يبين طريقة هؤلاء الساقطين في تضييع وأفساد أطفالنا وشبابنا. قال جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فيا أيها الشرفاء ويا أيها الأبرار، يا أصحاب الغيرة ويا أصحاب الشهامة، لقد عظمت المصيبة، حافظوا على أبنائكم حفظكم الله تعالى. قبل ما تخرج بنتك قست عليها الشلب، نزل راس عز القناص بتاع الطلبات، فتخ القنوات الجاز بالكل حتى لا تسأل يوم القيامة على هذه الأمانة التي أودعها الله سبحانه وتعالى لك. واعلم يقينا أنه ما نزل بلاء إلا لمعصية، ما نزل بلاء إلا بسبب معصية. الناس اليوم تتشكل من ظاهرة البطالة. طيب الناس اليوم يتحق كل واحد لما تعرف السؤال هنا قبل أن يتوجه الشاب، وهذا الاقتراح نقترحه على وزارة التشغيل، قبل أن يتوجه أو نوجه الشاب إلى مكاتب التشغيل، قبل أن نوجههم إلى صفحات الجرائد للبحث عن عمل، قبل أن نوجههم إلى البنوك التي تسند القروض لإسناد المشاريع، لماذا لا نوجههم إلى رب العزة جل وعلا؟ لماذا لا نعلن لهم أن الله سبحانه وتعالى قد وعد أنه ما من دابة في السماء والأرض إلا وعلى الله رزقها، أما أن يقتل الإنسان نفسه يائسا من رحمة الله جل وعلا، وكفر بأن الله سبحانه وتعالى قد تولى الأرزاق فهذا عين الكفر. لماذا لا نوجههم إلى الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا نعلن لهم أن الله سبحانه وتعالى قد قسم الأرزاق للناس جميعا؟ لماذا لا نعلن لهم أنه للحصول على عمل بالبن العظيم، للحصول على شغل فعليك أن تتوب، عليك أن تؤمن؟ شنو خلاص هذه مش خلاص عايشك عشرين
طيب طيب. قال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. هذه مصيبة لمعصية، هذه مصاب لمعاصي قائمة. البطل يقول سهرية ليس لفيار، يكونها تشرب يكونها تفسد، ثم يريد أن يشتغل ويريد أن يرزقه الله سبحانه وتعالى رزقا، لا مستحيل. طيب الكلام هذا خرافة؟ لا، بعض الناس يحتجون ويقولوا إن كان العمل أو الرزق يأتي بمعصية. في الغرب نبت عليهم يرزقون وهم أعصى خلق الله. لا لا لا، مش نفس القوانين تطبق، بذكر هذا القانون خاص. قال جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. مش كثير لخير، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، بركات من السماء. الأخرين أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أسأل الله تعالى أن يرد شبابنا إلى الإسلام مردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا أول حل للقضاء على ظاهرة البطالة التوبة إلى الله والعودة إليه سبحانه وتعالى، فما من عبد سأله إلا أعطاه. تترك باب ربي سبحانه وتعالى وتدق على باب أخرين مستحيل، اسأل ربي سبحانه وتعالى، فخزائن الله تعالى لا تنفد. أسأل الله العلي القدير أن يقوي إيماننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا الحديث يقول أن ما نزل بلاء إلا بمعصية، ولا يرفع هذا البلاء إلا بعودة صادقة إلى الله جل وعلا. أسأل الله العلي القدير أن يهدينا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون، إن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعلنا اللهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه الولي والقادر عليه. لا أريد أن أطيل، أخي الحبيب وأختي الفاضلة، مهما كان ذنبك ومهما كان تقصيرك، فوالله الذي لا إله إلا هو، لو لجأت إلى الله سبحانه وتعالى حتى وأنت في معصية، حتى وأنت في معصية، وقلت يا رب استرني، والله لسترك. لو لجأت إلى الله سبحانه وتعالى وقلت يا رب اجبرني، والله لجبرك. لو لجأت إلى الله سبحانه وتعالى لجوءا صادقا حقيقيا وقلت يا رب ارزقني، يا رب ارزقني، والله لرزقك، والله لقبلك. توجه إلى ربك سبحانه، خاب من توجه للعباد، خاب من توجه للعباد، وفاز من توجه لرب العباد. العباد لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، حتى وإن كانوا في مقامات عالية. أما الرب جل وعلا فخزائنه لا تنفذ، خزائن الله سبحانه وتعالى لا تنفذ. إن سألته والله لأعطاك، إن سألته والله لأعطاك. لا أقول لك جرب، لأنك ما خلقت لتجرب الله،
بل خلقت ليجربك الله سبحانه وتعالى. توجه إلى ربك وقل بك أستجير، بك أستجير ومن يجير سواك، بك أستجير ومن يجير سواك. فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، لا أستعين على الضعفاء، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي، أذنبت يا ربي، أذنبت يا ربي، وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. دنياي دنياي غرتني وعفوك شدني، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا، لو أن قلبي شك لو لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. أرباه أرباه أرباه، هانا قد خلصت من الهوى واستقبل القلب الضعيف هناك. رباه قلب تائب ناجاك، رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، حاشاك ترفض تائبا حاشاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى إلا لرضاك. سبحان الله، وعد إليه وأخذ بنصيحة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة إن تها وجنها لو اجتمعت على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فيا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث أغثنا، برحمتك نستجير أجرنا. اللهم يا أكرم الأكرمين، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا رب العالمين، اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم يا رب العالمين، اللهم يا أكرم الأكرمين، صل على حبيبنا محمد في الأولين، وصل على حبيبنا محمد في الآخرين، وصل على حبيبنا محمد في كل وقت وحين. اللهم ارزق شبابنا يا رب العالمين، اللهم ارزق شبابنا يا رب العالمين، اللهم ارزقهم رزقا حلالا طيبا مبارك، اللهم ارزقهم رزقا حلالا طيبا مبارك. اللهم يا رب العالمين، ردهم الى الاسلام مردا جميلا، ردهم الى الاسلام مردا جميلا، ردهم الى الاسلام مردا جميلا. اللهم نور قلوبهم بالايمان، اللهم نور قلوبهم بالايمان، اللهم زينه في قلوبهم، اللهم حبب اليهم الايمان، اللهم حبب اليهم الايمان، وكرهه من الفسوق والعصيان. اللهم يا رب العالمين.
العالمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تعذبنا بذنوبنا. اللهم لا تعذبنا بذنوبنا. اللهم لا تعذبنا بالمعاصي. اللهم ارفع عنا البلاء. اللهم ارفع عنا البلاء. اللهم ارفع غضبك عنا. اللهم ارفع مقتك عنا. اللهم ارفع مقتك عنا. اللهم ارفع عنا البلاء. اللهم يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا الله يا الله يا الله يا الله. نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العليا. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وجلاء همومنا وذهاب احزاننا وذهاب احزاننا وشفاء لمرضانا ورحمة لموتانا. اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا ضالا عن طريق الحق الا ارجعته وهديته يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين يا رب العالمين. انظر لذنوبنا فنخاف ننظر لذنوبنا فنخاف وننظر لرحمتك فنفرح يا اكرم الاكرمين. اغفر لنا الذنوب اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب واستر لنا العيوب وفرج لنا الكروب. اللهم عاملنا بما انت اهله عاملنا بما انت اهله ولا تعاملنا بما نحن اهله. انت اهل التوبه والغفران ونحن اهل المعاصي والذنوب. اغلقت الابواب الا بابك يا رب العالمين. اغلقت الابواب الا بابك يا رب العالمين. بابك مفتوح للمذنبين بابك مفتوح للمذنبين بابك مفتوح للمذنبين. فها نحن يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين في هذا اليوم العظيم ننصب اليك وجوهنا ونقلب اليك قلوبنا ونرفع اليك ايدينا. ليس لنا رب سواك فندعوه ليس لنا رب سواك فندعوه فليس لنا اله غيرك فنرجوه. اللهم يا رب العالمين اعز الاسلام والمسلمين اعز الاسلام والمسلمين وارفع بفضلك رايه للحق والدين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اجعل بلدنا هذا امنا سخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح الراعي والرعيه اللهم وفق ولاه امور المسلمين لما فيه خير للاسلام والمسلمين وبارك في جهود المخلصين من ابناء امتنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب العالمين حرر المسجد الاقصى الاثير حرره من اياد اليهود الغافلين وارزقنا اللهم فيه صلاه قبل الممات. اللهم ارحم والدينا واساتذتنا وعلماءنا ومشايخنا وائمتنا ومن له الفضل علينا في العلم والدين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.